إن شاء الله نبدأ. ما في، وإذا بتحبي تستني دكتورة، وإذا بتحبي تستني كمان أنا أرجع. إحنا 81 عم يحضروا، وبيحضروا البقية، يمكن اللي خلصوا الكويز يجوا كمان يحضروا. بسم الله. أنا بحب يعني أعرفكم على دكتورة زينة أبو راشد، يعني من ألمع لبني سترز عندنا، طبعاً هي خريجتنا كمان ما شاء الله. دكتورة زينة، أنا إجيتك على مستشفى البشير صح؟ يس بالضبط، وشفت الوضع كان يعني شوفوا 5-6 سنين إشي زي هيك صح؟ وبحب أحكي للطلاب إنه يعني قد ما هو شغلها تمام، الطبيب كان الدكتور نسيت شو اسمه اللي هو كان مسؤول القسم كله، كان دكتور سعود عجلات. ايوه كان يستنى، تعالي يا دكتوره وطلابك وشوفوا لي الفايلات اليوم. يعني بحب احكي للطلاب يا جماعه مين اوكي انه يعني احنا بدنا نتميز بعلمنا، ساعتها يعني اذا مش بطيبهم غصب عنهم بدهم يحترمونا لانه العلم يحترم. فدكتورة زينة يعني بدون المزيد من المقدمات، يعني من ألمع المسات بصراحة، واحنا عندنا مجموعة من المسات ما شاء الله الحمد لله، احنا محظوظين والى اخره، بس لانه بصراحة اشتغلت في هذا الموضوع. انا قيل لي هو محطوط عندنا في السايكاتريك والنيورو دكتورة، بس في الحقيقة هو كريتيكال كير هذا السبجكت صح؟ يس بالضبط، هو اتس اتيبيكال كيسز ذات وي سي يعني اولموست ديلي بالاي سي يو، خصوصا انه في عندنا اي سي يو اسمها نيورو سيرجيكال. بالضبط بالضبط، فهو اقرب للكريتيكال يعني الصح يكون يعني في في احتماليه انه يصير في عندنا كريتيكال كير كورس، فناويين زي ستاتس ابيليبتكس وهذا يكون تحت الكريتيكال كير. طيب ما بدي اخذ من وقتكم اطول، خلي الدكتوره زينه تتفضل لو سمحتي تحكي لنا عن هذا الموضوع المهم. تمام اوكي، سلام ايديك والله يا دكتوره، يعني على هاي الفكره كل كلمه وزياده يا زينه، وحياتك انت عزيزه وتستاهلي اكثر حتى. يسلم إيديك يا رب يا دكتورة. طب مساء الخير يا جماعة، يعطيكم العافية، إن شاء الله أنتوا كلها كمان سنة وبتصيروا دكاترة. هلأ من بين الروتيشنز، هلأ بالنسبة إلي أنا دائما بحكيها للطلاب إنه أنا بلاقي حالي بالآي سي يو، في ناس بحبوا الميديسن، في ناس بيدياتريكس أنكولوجي، أنا يعني بحب الكريتيكال كيسز إن جنرال، بيكوز ذيس بيشنتس يعني أول أوف سادن ممكن يكون أموره تمام وبدهم يعملوا له ترانسفير على القسم، وأول أوف سادن هي ماي بي ديتيريوريتد وينحط على ميكانيكال فنتيليتر ويصير إشي نسميه fixed dilated pupils والبيشنت يدخل ببرين ديث. من الورست كيسز اللي ممكن تدخل على الاي سي يو هي للتي بي اي اللي هي تروماتيك برين انجريز. ناو ذيس بيشنتس انا متاكده كلكم يعني خلينا نحكي موست اوف يو اف نوت اول اوف يو اكيد لا سمح الله سمع عن حدا او خسر حدا لا سمح الله يعني ريلاتيف او فريند او الى اخره ديو تو كار اكسيدنتس. كثير انتم راح ان شاء الله بس تمسكوا كيسز بالاي سي يو تلاقوا الدياجنوسز ار تي اي، اول اشي رح تسالوا المس يا مس اللي هي البريسبتر احنا بنحكي لها يا مس شو يعني ار تي اي. ار تي اي هي رود ترافيك اكسيدنت. هلا unfortunately انتم بتعرفوا هنا السواقه عنا والحوادث والى اخره، واحنا كتير مستهترين بالسيت بيلت، حتى ممكن تيجوا تقراوها انتم بالفايل تشوفوا البيشنت انه ذا بيشنت واز درايفنج مثلا كويكلي او فاست without سيت بيلت، يعني مش حاطط الحزام الامان. هذا يعني كتير رح تقرأوا، رح تقرأوا كلمة بيدياسترين. شو بيدياسترين؟ اللي هو البيشنت هو ماشي سيارة خبطته، وللأسف يعني منحس إنه البيشنس اللي بيكونوا درايفرز الريسك لهم أو المورتاليتي بتكون يعني أخف أو أقل ريسك إن كومباريزن مع حد يكون ماشي وتيجي سيارة تخبطه. هلأ لما نحكي نحنا عن التروماتيك برين إنجريز، أنتوا بتعرفوا إنها هي it is one of the leading causes of death worldwide. في عنا cardiovascular disorders مثل MI, الستروك, الكانسر والتي بي آي هم من the most common causes of death بالعالم. هلأ نحنا بنعرف إنه لما نحكي traumatic brain injuries mainly احنا we can divide them as two types او two خلينا نحكي subgroups. mainly the elderly هم at high risk for falling down FD، رح تقرأوها بالفايلز FD اللي هي falling down، while بالعادة young خلينا نحكي الشباب والadults in general ال risk إنه traumatic brain injuries هي تكون due to road traffic accidents. okay اللي هي الموتور أو vehicle accidents. هلا
أنا بتوقع أنه patient طيب خبطته سيارة وصار معاه حادث وخبط يعني وصار في عنده brain injury، طب so what؟ يعني ليش ال patient بيموت؟ هلأ إحنا لما نحكي ال brain صار فيه injury، هاي ال injury مالي، أنا عم بحكي صار فيه inflammation، صار فيه cerebral edema، هذا ال patient صار فيه عنده compression على الventricles اللي بال brain، هذا الإشي أنا إيش بتوقع يعمل لي؟ يأثر لي على كل شيء بالجسم، يعني ال patient رح يتأثر عنده circulation، رح يدخل بسيفير hypotension، رح يدخل ال patient بسيجر، وهاي السيجر already عم بتزيد مثلاً ال energy requirements بال brain، رح أحكي إنه هذا ال patient إيش رح يدخل؟ patient already ال brain عنده is not doing well، إذا I expect إنه respiratory system will not doing well، إذا بتوقع ال patient إيش ماله؟ يحتاج MV اللي هو الميكانيكال فنتيليتر اللي هو the most aggressive method of ventilation. إذا من الأشياء السيئة اللي أنا بتوقعها هو brain hypoxia أو brain anoxia. رح تقرأوا كمان بالفايز كلمة anoxia. هلأ الأنوكسيا شو بتفرق شوي عن الهايبوكسيا؟ إنه الأنوكسيا هي it's a complete loss of oxygen supply to specific tissues بالبرين. هايبوكسيا صار في partial loss. okay. هلأ seizure كتير سيئة وهي ميلي بتكون تونيك كلونيك سيجر اللي احنا بنسميها جيركي موفمنت، يعني بيجوا الاهل بيحكوا انه صار معه حركات غريبة وقت التروما او وقت الحادث. هلا كل هذا اكتر واحد مهم فيهم يا جماعة هو الانترا كرينيال بريشر. هلا احنا بنعرف انه في عنا انترا اوكيولر بريشر، انترا كرينيال بريشر، في عنا بلاد بريشر بالسيركيليشن العادية. الانترا كرينيال بريشر يا جماعة اللي هو اللي بيعمل ريجوليشن للسي اس اف. هلا النورمال انتراكرينيال بريشر اللي بالبرين قديش هو from 5 to 15 مليمتر ميركوري. elevation of the ICP which is intracranial pressure more than this value، اذا انا بتوقع في إشي مش منيح. هلا احنا قديش ممكن نتحمل بالعاده we may tolerate without any medical or neurosurgical intervention up to 22 مليمتر ميركوري. بعد ال 22 مليمتر ميركوري بصير في عنا elevation بالانتراكرينيال بريشر وهذا الاشي رح يكون في عنده bad prognosis. طيب كان يحكي لي اياها مره دكتور نيوروسيرجن، يعني بس من باب احكي لكم اياها، انه نحن لما نعطس ممكن تتخيلوا لما يصير في سنيزنج بتتخيلوا قديش ممكن الاي سي بي؟ على فكره ات ماي انكريز اب تو 40. اوكي فيعني لحظه السنيزنج قديش ممكن يرتفع الاي سي بي. هلا انا الانتراكرانيال بريشر الشيء اللي ممكن يخلي الفيزيشن او اي حدا ينتبه انه صار في اليفيشن بالانتراكرانيال بريشر هو سادن هيديك اند فوميتنج. يعني مثلا ان شاء الله بكره بتصيروا امهات واباء بالمجتمع يعني ان ذا فيوتشر وبدكم تعرفوا انه اذا بيبي لا سمح الله وقع على راسه بدكم تنتبهوا، بس اذا بيبي مثلا وقع على راسه بعدين استفرغ then it's a bad sign. okay so always vomiting after head trauma means that there is an elevation in the intracranial pressure was a response or as a compensation صار في عنا هذا الفوميتنج. okay طيب هلا البرين هامرج it's very common. في عنا احنا بنعرف you know that we have three meninges that surrounding the brain. اذا انا ممكن البيشنت يدخل بي epidural hematoma بي subdural بسب أراكينويد هامرج. طب هل ممكن كمان هامرج يدخل inside the brain؟ yes ممكن IVH intraventricular، ممكن يكون كمان intracranial هامرج. الهامرج خلينا نحكي it's يعني not that common in comparison with the cerebral ischemia. طيب شو هي cerebral ischemia يا جماعة؟ نحن عم نحكي انه صار في injury، صار في inflammation. inflammation مين صار في edema، هذا الاشي عمل reduction of blood flow to the brain. صراحة the most detrimental خلينا نحكي factor أو predictor that affects the mortality أو the prognosis بالهد traumatic patients هو cerebral hypoperfusion. في عنا equation وأكيد إن شاء الله بس تدخلوا على the ICU rotation راح تنسألوا عنها، اللي هي شو ال equation that links between the blood pressure عادي اللي إحنا بنعرفه مع the cerebral perfusion. في عنا equation يا جماعة شو بتحكي لي؟ cerebral perfusion pressure equals MAP which is mean artery pressure minus the intracranial pressure. هلا شو معنى هذا الحكي؟ معناه إذا أنا الانتراكرينيال بريشر عندي عم برتفع بالبرين so I expect that the perfusion to the brain will be reduced. okay. طب أنا بدي normal CPP يضل within the limit of what of 60 to 70. إذا أقل من هيك صار معناه the perfusion to the brain صار very low. إذا هذا الإشي معناه cerebral ischemia. السيربرال إسكيميا هي كتير سيئة وراح تاخذوا كيسز بالآي سي يو غير الهيد تروما، إيش بنسميه
الانيوريزمال سب اراكينويد هامرج، وراح تشوفوا انه بيشنت بدخل مصحصح اول يومين ثلاثه مع انه البرين سي تي بتكون سيئه تاعته وسيفير هامرج، بس بيحكي ومصحصح. بعد يومين بيصير البيشنت سيمي كونشس سليبي موست اوف ذا تايم، بالاخر بيجي الدكتور بيصور برين سي تي ثاني بيلاقي صار في عنده شيء بنسميه فيزو سبازم، اللي هي انه من كتر ما صار في بليدنج صار عنده اسكيميا. اذا بدي اياكم تعرفوا انه بالتروماتيك برين انجريز مينلي اللونج تيرم ديسابيليتيز بتكون سكندري تو وات تو سيريبرال هايبوبرفيوجن. اوكي هلا البرين انجريز انجرال ممكن تكون انستنتانيسلي بتصير يعني ات ذا سيم تايم، يعني ات ذا مومنت اوف الاكسيدنت خلاص صار في عنده هيمرج صار في عنده سكال فراكتشر، او ممكن تكون ايش ليت تايب late type injury. late type injury بالعادة ممكن تصير after hours و some injuries ممكن تصير بعد أسبوع. يعني البيشنت ندخل هاي أموره تمام، تصور أول brain CT في إشي نسميه primary أو initial CT اللي هي هاي بتنعمل للبيشنت أول ما يجي أموره تمام، بس البيشنت عنده concussion. شو يعني concussion؟ اللي احنا بنسميه بالعربي ارتجاج دماغ، يعني البيشنت شوية مش مصحصح مش عارف وين هو، تعبان عنده نوزيا إلى آخره. بعد والله 6-7 ساعات البيشنت فجأة صار يعني deteriorated، بتروح بتصور سي تي تانية ولما نلاقي صار في عنده هيمرج ما كانش مبين على الفيرست برين سي تي. إذن هذا إيش مسميها secondary brain injuries. أوكي التروما could be local وأكيد هاي البروغنوسز أحسن or could be diffuse، وبالعادة الديفيوز هي بتكون secondary اللي هي ما بتبين at the same time. إذن نحن حكينا إنه عندنا الانتراكرينال بريشر المفروض قديش النورمال فاليو لإله من 5 to 15. هلا بدي اياكم تعرفوا إنه مش بس هيد تروما، أي إشي خلينا نحكي خبطة على دماغ يعني اللي هي الهيد تروما، برين تيومرز، برين ميتاستاسيس يا جماعة، في كمان عندنا ستروك. يعني أصلا في من الناس اللي بصير معها ستروك إيش مثلا، يعني كيف بده يعرف إنه صار معه ستروك؟ البيشنت فجأة بصير عنده هيدك بعدين فوميتنج، هوب إلا هو مثلا البرين سي تي في عنده اسكيميك أو هيمرجيك ستروك. هذا شو معناه؟ معناه الساينز اللي صارت مع البيشنت ديو تو ستروك فعليا كانت مانيفستيشنز أوف وات؟ أوف إليفيتد انتراكرينيال بريشر. طيب how can we measure the ICP؟ هلا we will talk about it. اللي هو احنا منركب درين، هذا الدرين منه بسحب اذا في ايديما او بهيمرج، و at the same time هذا الدرين هو able to measure the level او the value of the intracranial pressure. ضروري نعرف انه نحن لما نحكي عن elevated intracranial pressure معناه عم نحكي انه patient عنده bad prognosis. حكينا لما انا احكي سيربرال اسكيميا، طب يا مس مثلا او يا بريسبتر مثلا او يا دكتوره، سيربرال اسكيميا means what؟ means reducing the oxygen supply to the brain. طيب قلل الاكسجين سبلاي، اذا انا بتوقع الميتابوليزم يضلوا ايروبيك ولا يتحول لانيروبيك جلايكوليسس؟ اذا انا بتوقع يصير في عندنا انيروبيك ميتابوليزم بالبرين. ما هو البرين يا جماعه هو اتس ا فيري سنسيتيف تيشوز، البرين يا جماعه cannot survive without oxygen او glucose for a long time. Okay. والrequirements للأكسجين والجلوكوز فيه is very high. هذا الإشي اللي بيخلي البرين تيشوز بسرعة عنهم يموتوا. Unfortunately هم they most of them are what are degenerative. هلا لما يقل عندي الأكسجين ويصير في عندي anaerobic glycolysis، أنا عم بحكي عن lactic acid accumulation بالبرين. طب شو معنى lactic acid؟ it's a weak acid. راح يفهم البرين إنه بما إنه في عنا weak acid راح يصير في pulling أو يسحب fluid toward the brain، وهذا الإشي will further increase and further compromise cerebral edema. مشان هيك إحنا بنحكي إنه once the patient دخل بcerebral ischemia وصار عنده cerebral edema هو فعليا دخل بvicious cycle اللي هي حلقة مفرغة. يعني صار في عنده cerebral edema معناه صار في عنده anaerobic metabolism lactic acid accumulation، وهذا الإشي راح يضلوا شغال عنده further cerebral edema. مشان هيك وإحنا بيدخلوا بinterventions بيعطوا مانيتور بيعطوا hypertonic saline أو ممكن يركبوا للpatient الEVD. هلا core treatment بالpatients اللي عندهم head trauma هو hypofluid أو sorry hypoperfusion correction أو hypoperfusion prevention. مشان هيك إحنا منشوف أي patient بدخل عنده traumatic brain injury على طول ببتشوف fluids. وشو الفلويدز اللي راح يأخدها؟ هلا راح نحكي عنها. هي فعليا mainly we prefer normal saline. مثلا أنا ما بفضل glucose saline لأنه عم بحكي عن glucose will be converted to lactic acid، ونفس السيناريو راح ندخل فيه. هلا ان شاء الله بس قدامه بروتيشن الاي سي يو وبمعظم الروتيشنز رح يمروا عليكم واحد من البيست اند فاليديتد سكورز اسمه الجلاسكو كاما سكيل.
لجلاسكو جي سي اس، وكل الطلاب يعملوا جي سي اس. هذا يعني فعليا كلمه ار تي اي وجي سي اس، هذول اول كلمتين راح يمروا عليكم بس تمسكوا فايل لاي بيشنت بالاي سي يو. لجلاسكو كاما سكيل يا جماعه هو one of the best and the most validated scales to assess a level of consciousness and how much our patient is arousal. هو بيشوف قديش البيشنت صاحي. Okay. وهو كمان كان بي applied للهيوم يعني للهيلثي patients أو للهيلثي humans. الجلاسكو كاما سكيل فعليا هو it is divided to three parts: eye, motor, verbal. Okay. ودائما الطلاب بنسأله شو هم الثري parts: eye, motor, verbal. شو يعني eye؟ يعني بيجي الدكتور بالفلاش لايت تاعه اللي على الموبايل بفتح عينين البيشنت. هلا احنا بنعرف ان انتو جربوا حطوا حالكم بالمراي وضوء، لما انت تقرب اللايت على البيوبلز as a response المفروض شو يصيروا؟ بيصير في عنا يصغروا البيوبلز. طيب إذا إنسان أنت بتقرب اللايت وبضلوا البيوبلز مالهم يعني فيكس دايليتد، إذا هذا البيشنت إيش ماله؟ عنده very poor prognosis. مشان هيك لما بيشنت يكون داخل brain death خلص بنحكي هذا patient fixed dilated، يعني منلاقيه داخل renal impairment electrolyte disturbances وممكن ما يزبطوا عليه أي شيء، خلص بيحكم هو patient fixed dilated. شو يعني fixed dilated pupils؟ يعني despite you put the light مشان البيشنت تشوف ال pupils response، ال pupils not responding. لما انا احكي البيوبلز نوت ريسبوندينج مش معناه المشكله بعينيه، لا، معناه المشكله عنده بالبرين، البرين عنده فيه سيفير انجري. اوكي، اذا الاي بفحصها الدكتور بشوف قديش اللايت يعني قديش البيوبلز هم ريسبوند تو لايت. حتى احيانا شو بيكون مكتوب دايليتد بيوبلز 0.5 مليمتر او 1 مليمتر، يعني في سيفير دايليتيشن، اذا انا بتوقع الريسبوند يكون سيء. الموتور شو يعني الموتور؟ اللي هي يعني انتو راح تشوفوها احيانا على رجلين البيشنت، على الليج، يعني اخر اشي بجيبوا قلم حبر، الدكتور بقعد يمسك بقلم الحبر على رجل البيشنت، واذا البيشنت حرك رجله اذا في ريسبوند. اوكي، الفيربال كوميونيكيشن اللي هو بيحكي له كيفك، وين انت، شو اليوم، الدنيا ليل ولا نهار. اوكي، هدول الاي موتور فيربال هو اللي انا من خلالهم بقدر احكي والله هاو ماتش ماي بيشنت از كونشس. إنسان fully conscious معناه جي سي أس تاعه 15 15 out of 15، بينما كل ما قل جي سي أس إذا معناه البيشنت not in a good condition. هلأ بديكم تعرفوا شغلة، وكانوا الطلاب أحيانا لما ينسألوا فيها يتخربطوا، نحكي لهم طيب شو lowest value للجلاسكو كامسكيل؟ ما في جي سي أس أقل من 3. يعني لما أحكي patient in brain death أو in coma معناه جي سي أس تاعه يا جماعة هو 3 out of 15. So جلاسكو كامسكيل less than 3 ما في عنا. أوكي تمام يا جماعة، هاي ضروري تعرفوها. طيب الهيد تروما كان بي ديفايدد تو مايلد مودريت اند سيفير. المايلد دائما اصلا، وهذا الشيء كثير بقرر انه انا هل انا احط البيشنت طيب على ميكانيكال فنتيليتر. طب مثلا اذا البيشنت الريسبيرتوري سيستم شغال عنده بس عنده سيفير هيد تروما، يعني الجلاسكو كمسكيل لما حسبت له اياه طلع 6 من 15 معناه سيفير هيد تروما، معناه البيشنت بعد كم من دقيقه راح يصير توتالي انكونشس وبالتالي راح يبطل يعرف يتنفس. فهون بنسمي الكتيف انتوبيشن، يعني الدكتور he by himself made the decision to put the patient on mechanical ventilator despite the patient has good respiratory system at this time. Okay. إذن بالmoderate head trauma اللي هي جي سي أس تاعنا بيكون 9 to 12، بالما بالسيفير هي 3 to 8، بالمايلد كيسز اللي بالعادة ما بحتاجوا ICU admission أو ممكن يقعدوا لهم 4-5 ساعات just for observation، هم لما يكون الجلاسكو كما سكيل تاعهم 13 out of 15 أو من 13 to 15 out of 15. هلأ في إشي بيحدد لي الأوتكم هل هو راح يكون poor prognosis ولا لا؟ أكيد إحنا عم نحكي كل ما كان old age أكيد هذا الإشي، خصوصاً بيكون معهم comorbidities، بيكون عنده البرين already. إحنا بنعرف as we get older and as we become older and older البرين tissues هم يعني they die وبدخلوا بapoptosis وإلى آخره. إذن old age كل ما كان intracranial pressure عالي كل ما كان في عنا severe prognosis. هلا جلاسكو كاما سكيل كل ما كان low especially على الأدمش، هذا كل ما كان البيشنت المورتاليتي له اعلى والبيوبلز تشينجز. راح تمسكوا كيسز انفورشنتلي بمجرد ما تكتبي ذا بيشنت ادميتد مثلا تو ذا اي سي يو باي امبالانس، مثلا ذا بيشنت واز فيكس دايليتد، مثلا بس طلع على الاي سي ومحطوط على ميكانيكال فنتيليتر بس مشان شغله انهم يجهزوا الفاميلي والى اخره. اوكي، اذا بدي اياكم تعرفوا كلمه الفيكس دايليتد بيوبلز شوفوها انتم
وبدي أسألكم أنتم مثلا مين هو الدواء؟ دوروا عليها يعني، أكيد أنتم يعني I think you know you are smart enough to know مين هم الأدوية اللي بيعملوا لي pinpoint pupils. Pinpoint pupils. دوروا عليها، هم من الأدوية اللي unfortunately we use them in the ICU، هم من الأناجيزكس اللي commonly used بالICU، والpinpoint pupil أصلاً هاي may interfere with the diagnosis تاع الphysicians. السيمتومز حكينا بيدخل أحياناً إذا كان صاحي عنده هادك، عنده vomiting، سيجر، البيشنس عندنا فيكس دايليتد بيوبلز، البريدي كارد. وعلى فكره التكي كارد شيء منيح، انه يعني هو في عنده ريسبوند، في عنده بين، في هي اجيتيتد، هي از اجيتيتد، بس البريدي كارديا هي دائما بالنيجاتيف سايد. يعني اذا بيشنت عنده هيد تروما وذ بريدي كارديا، ذن ذس بيشنت هاي وحده من الباد بروجنوسيس. وكل ما كان ديتيريشن رابيد اند رابيد، اذا هذا معناه التروما او الانجري ويل نوت بي مانجد ايزلي. اوكي هلا بدي احكي لكم شغله اللي هي رينوريا او الاوتيريا. اوكي الاوتيريا او الاوتيريا او الاوتوريجيا هي معناها بلاد ليكج او سي اس اف ليكج من الاير. اوكي اوتيريا او الاوتوريجيا هاي ممكن تستلم كيسز يكون البيشنت سيفير كيس، مع لدرجه انه في كتير سكال فراكتشر اثرت وعملت سي اس اف ليكج. وبدكم تعرفوا انه ذيز بيشنتس ار ات فيري هاي ريسك تو جيت اند تو ديفلوب مينينجايتس. يعني بدك تتخيل انه البرين از اكسبوزد ولدرجه انه صار في سي اس اف ليكج، فهدول البيشنت وكان عندهم الاي سي بي كثير عالي لدرجه انه كمان عمل سي اس اف ليكج. فذيز بيشنتس يوجوالي ستارتد on ceftriaxone plus minus vancomycin, okay, as meningitis prevention. هلا types of skull fracture، وأتوقع الصورة واضحة عندكم. في عندنا skull fracture could be linear, depressed, الكومباوند والبيزل. ما راح أحكي فيهم بالتفاصيل، بس إياكم تعرفوا إنه الأسوأ واحدة اللي هي ما سميها سكال بيزل فراكتشر أو بيزل سكال فراكتشر، اللي هي بتكون تتخيلوا إنه جزء من السكال مفتوح. أوكي مش بضرورة يكون بالبيزل بون، يعني مش بضرورة يكون بالأوكسيبيتال، ممكن تكون مثلاً فرونت وبرايتال تيمبورال. أوكي بس لما أحكي سكال بيزل فراكتشر معناها في part of the skull totally removed. أوكي ممكن يكون داخل لجوا للبرين، وهنا السيناريو كتير سيء. وكتير إشي بيميز السكال بيزل فراكتشر بمجرد حتى أنت كطالب فارمدي تقدر تميزه. شايفين هاي الصبية أو هذا البيشنت اللي كيف عينه كتير منفخة، هاي منسميها راكون آيز. الراكون آيز هاي is a manifestation للبيشنس اللي عندهم سكال بيزل فراكتشر. والبيزل سكال فراكتشر زي البيشنس اللي عندهم أوتوريجيا أو رينوريا أو الرينوريا، هدول البيشنس كمان you should put them on meningitis prophylaxis. أوكي لأنه البرين يعني becomes exposed. لما أنا أجي أعالج أو لما الفيزيشن خلينا نحكي يجي يعالج، هل هو بس الايم تاعه to reduce mortality؟ صراحة لا، يعني إن شاء الله ما بتخسروا عزيز، يعني لا أنتوا ولا نحن بالهد تروما، ولا بتخسروا عزيز بأي شكل يعني. بس أنا يعني مش بس إني أنا بدي أقلل المورتاليتي، يعني أحيانا كتير patients، أنتوا كتير بتعرفوا إنه patients post head trauma بيعيش طول عمره عنده disability، أو البيشنت مش صاحي. أوكي طيب مثلا هذا قديش بيأثر على الفاميلي؟ يعني أكيد معظمكم إذا مش كلكم بتعرفوا بقصة الأمير السعودي اللي هلأ بأمريكا ببريطانيا I think بعد head trauma car accident إلها 14 سنة. طب تخيلين قديش الكومبليكيشنز، بيشنت اوريدي بده يعيش طول عمره على ميكانيكال فنتيليتر تريكيوستومي مفتوحه له فتحه بالرقبه مشان يعرف يتنفس. البيشنت لا يعني مش ايبل تو كوميونيكيت ات اول، اذا عنده بين، اذا عنده اجيتيشن، اذا عنده اي شيء نوت ايبل تو كوميونيكيت. اذا اكيد انا مش بس بدي اقلل المورتاليتي، فور شور اي وونت تو ريديوس ايش اللونج تيرم ديسابيليتيز اللي ممكن تصير مع هدول البيشنتس. اذا لما اجي انا اعالج، انا ما بعالج بس اشي واحد، لا انا I should look to the brain and to the cerebral not only to the cerebral to يعني to the complications as a whole. okay وهاي المشكلة واحدة من الكومبليكيشنز اللي انتو راح تشوفوها بس تسلموا كيسة ICU in general. شو ما كانت الكيس، انه مثلا دخل كيسة head trauma، خلص جماعة neurosurgery كل الفوكس على البرين. طب ما هو يا جماعة محطوط على mechanical ventilator وصار عنده fever، بدخل بventilator associated pneumonia، بعدها بصير عنده bed sores لانه له فترة قاعد. فاحنا لازم لما نيجي نعالج، مشان هيك انتو ان شاء الله بيكون لكم كتير رول، لما نيجي نعالج we look to the patient as a whole not as the brain لحال ولا الكيدنيز لحال ولا الى اخره.
لما نيجي نحن نعالج ميلي، أنا بدي أقلل الانتراكرينال بريشر، بدي أمنع أو تريت السيجر لأنهم هم they have very negative impact صراحة السيجر، بدي أعمل فيفر بريفنشن، يعني بتدخل يا مس طب مريضي ماشي على باراستامول 1 جرام Q6 hours، طب يا مس المريضي ما عليه حرارة. In general we prefer to prevent the fever بالpatients اللي عندهم هذا تروما، لأنه الفيفر أنتوا بتعرفوا أنها it increases the intracranial pressure، فأنا أخلي حالي بالسيف سايد وأعمل fever prevention from the beginning. طيب هلأ to protect the respiratory system، مشان هيك أنتوا رح تاخدوا cases محطوط البيشنت since admission على الميكانيكال فنتيليتر، مع أنه لا عنده نمونيا ولا عنده pulmonary edema ولا عنده أي مشكلة باللونجز، بس وين المشكلة؟ أنه البيشنت already البرين تاعه مش شغال، مش صاحي المريض، إذا we want to protect his respiratory system. Okay. وكمان رح تشوفوا مرضى فجأة والله ولا هو بدخل لك بجي اي بليدنج، طب هو ناقصه يعني من وين اجى مثلا الجي اي بليدنج، ولا من وين اجى الدي في تي، ولا صار معه بي اي؟ ليش يا جماعة؟ احنا عم نحكي عن بيشنت بدردن الله اعلم ممكن يقعد 3 4 اسابيع وهو مش صاحي بالمرة، اذا انا بتوقع مثلا عنده هو بستريس كونديشن، صح ولا لا؟ ممكن يدخل بجي اي بليدنج ديو تو ستريس كونديشن، ممكن يدخل بدي في تي لانه بدردن له فترة، صح ولا لا؟ وهنا انا بدخل بسيناريو ثاني، طيب مريضي صار عنده دي في تي، طب امشي على ثيرابيتك دوزس انوكسابارم؟ طب يا ربي ما هو مريض داخل ببرين هيمرج، هاو تو ديل وذ ذس كونديشن. تمام دكتورة خولة، بدي اتاكد انه الصوت بعده مسموع. الصوت مسموع، في حدا يمكن بيشوش؟ لا انا عامله ميوت للبقيه. نعم كان شي شويه تشويش، تابعي كويس. تمام اوكي. طيب هلا نحكي بين الكور تريتمنت للبيشنتس اللي عندهم تروماتيك برين انجري، حكينا واحده من الديترمنتال بريدكتورز ذات افكت البروجنوسز اند مورتاليتي اللي هي سيريبرال هايبوبيرفيوجن، مشان هيك فلويد ثيرابي از ا كور تريتمنت بالبيشنتس اللي عندهم تروماتيك برين انجريز. بدي اياكم تعرفوا انه احنا ان جنرال السيستوليك بلاد بريشر الاكسبتبل لنا العاديين 120 على 80 اللي احنا مثلا اللي بنعرفه ان جنرال، بس بالاي سي يو هو اندفيدجوالايزد، يعني لما ناخذ كيس سيبتيك شوك مثلا لا والله لما يكون السيستوليك 100 هذا ممتاز، بينما لما اخذ كيس انيوريزما سب اراكينويد هامرج انا 110 ما بدي اياه، بدي اياه يكون 130 و140. ان جنرال از وي مينتين البلد بريشر ان انورمال رينج، هذا الشيء معناه اذا انا بضمن يضل في جود سيريبرال بيرفيوجن، وبالتالي اي بريفنت الاسكيميا، بالتالي الجول او الديزايرد رينج اوف سيستوليك بلد بريشر هو فعليا من 120 ل 140، وبالعاده تحت ال 110 they start treatment. اوكي طب انا كيف اعمل له كوركشن؟ عادي بنلاقي البيشنت ماشي على اي في فلويد، ضروري نعرف يا جماعة حتى لو patient had a trauma، حتى لو إنه صاحي، أوكي حتى لو إنه صاحي، إحنا we keep the patient MPO nothing by oral. أوكي ليش منخلي MPO؟ لأنه هلأ هو صاحي بس بجوز بعد فترة يصير شوي عنده deterioration، ما إحنا حكينا فيه secondary injuries يصير فيه عنده deterioration بالlevel of consciousness، مشان هيك إحنا لازم نخليه MPO to avoid إنه يصير فيه عنده vomiting و aspiration pneumonia. إذا أنا بعطي IV fluid mainly we go for the isotonic saline اللي هو 0.9% normal saline، أو أحياناً بيعطوا اللاكتيت رينجر، بس إحنا بالعادة ما كنا نشوف اللاكتيت رينجر بفضلوا كتير للهيد تروما لأنه حكينا لاكتيت والريسك أوف لاكتيك أسيدوسز والسيريبرال إيديما. تمام طيب هل في priority أو superiority خلينا نحكي للهايبرتونيك سالين؟ لأنه هلأ رح نعرف إنه الهايبرتونيك سالين هو إله crucial role بالreduction بالcerebral edema بالintracranial pressure. طب هل الهايبرتونيك سالين لو بدي أعطيه كفلويد هل بفضله over النورمال سالين كفلويد correction؟ لا، إذا in general we go for the crystalloids over the colloids لأنه الcolloids المورتاليتي فيهم كتير عالية، we go for crystalloids the isotonic fluids. تمام وراح تشوفوا cases انه مريضي والله صار ضغطه خلينا نحكي 100 على 60 على ال IV fluid لحالها وعطينا fluid وضلوا ضغطه هيك، شو بيروحوا؟ they go for the vasopressors. مين تلمين في عنا vasopressors اللي احنا بالعادة بيستخدمهم الليفوفيد اللي هو النورابينفرين، و we go sometimes for the dopamine. okay اذا we go for the vasopressors if the patient remains hypotensive أو مش بالتارجت تاعي، مع إنه إيش we give him fluid. كيف الفلويد؟ مش مهم بس بدكم تعرفوا إنه bolus with IV infusion. طيب
Shall I give the blood component? كانوا زمان يحكوا أي patient with head trauma بالهيموغلوبين تاعه بنزل تحت العشرة على طول أعطي. هلأ صاروا بشكل عام لكل critical patients including the patients with head trauma تحت السبعة بعطي إذا ما في bleeding, بس إذا في bleeding you should give. يعني أكيد patient إجاني عنده massive GI bleeding مثلا head trauma with massive GI bleeding, أكيد أنا بدي أعطي blood حتى لو دمه هلا 11, ما هو في ongoing bleeding. بس إذا هو non-bleeding patient we wait till hemoglobin becomes less than 7 then we start to give packed RBCs. ما بروح بعطي whole blood, وإنتوا إن شاء الله بس تدخلوا على التدريب رح تعرفوا شو الفرق. How to reduce the elevated intracranial pressure? في عنا الفارماكولوجيك والنون فارماكولوجيك. الفارماكولوجيك يا جماعة بدي أعطي إشي بيعمل لي rapid reduction بالintracranial pressure. و mainly we go for medications اللي إحنا بنسميهم osmotic diuretics. وأكثر أشهر يعني أشهر أو أكثر osmotic diuretics we give them, we give اللي هم الhypertonic saline اللي هو إحنا اللي بنستخدمه بالعادة لل3% NaCl, أو في عنا المانيتول. إن شاء الله بس تداوموا أنتوا رح يكون في عندكم زي راوند, أو كيف بدي أحكي لكم إنه بتداوموا أسبوعين مثلاً بالملك عبدالله, أسبوعين بمستشفى تاني. هلأ بمستشفى الملك عبدالله هم they prefer النورمال الهايبرتونيك سالين اللي هو صراحة بنحسه more effective than المانيتول, بينما unfortunately المستشفيات الحكومية مش دايماً الهايبرتونيك سالين بغامروا وبعطوه للبيشنت, ف they go for المانيتول. في superiority لواحد لone over the other in general بيحكوا لك, حتى في studies بتحكي ان هم الاثنين مش هداك الافكتيفنس اللي بيعطوه, بس فعليا احنا we see انه الهايبرتونيك سالين could be a little bit more effective than مانيتول to rapidly reduce the intracranial pressure. الهايبرتونيك سالين يا جماعة في عنا من 3% up to 23.4%, بس احنا منخاف نعطي ال very hypertonic saline لاني انا بخاف يصير في sudden elevation بالصوديوم, السيفير هايبرناتريميا تعمل لي ديمايلينيتينج سيندروم واشياء بتاثر على السي ان اس. سو وي جو فور الهايبرتونيك سالين مينلي ل 3% اند وي جو فور المانيتول. التارجت تاعي اني اخلي السي بي بي من 60 تو 70 اند تو ريديوس الانتراكرينال بريشر تو ليس ذان 100 تو ليس ذان سوري تو ليس ذان 22. الهايبرتونيك سالين الموست ديس ادفانتج او الموست اشي اللي خلينا نحكي سايد افكت اللي انا ممكن يخوفني هي الهايبرناتريميا. اوكي, وبدي اياكم تعرفوا عن المانيتول لانه راح تنسالوا كثير عنه بالروتيشنال اي سي يو. المانيتول يا جماعه هو ان اوزماتيك دايريتيك, وي جيف ات از بولس دوزز. المانيتول من السايد افكتس لانه بيعمل هايبر or hyponatremia, okay, early phases أو بالfirst days ممكن يعمل hyper أو hypo, بعدها بالعكس بيعمل acute renal impairment. It is contraindicated بالpatients اللي عندهم خلينا نحكي decompensated heart failure أو pulmonary edema, لأنه بكم تتخيلوا زي كأنه بسحب كل الفلويد وبحطها وين؟ بالvascular intravascular, فهذا الإشي may further يعني deteriorate the cases. أهم شغلة تعرفوها عن المانيتور هي already موجودة بكتابكم الديبيرو اللي هو it is contraindicated لما تكون blood osmolarity more than 320 ملي أوزمول per kg اللي هي نفسها ملي أوزمول per liter. كيف أحسب blood osmolarity؟ هي 2 في الصوديوم plus blood urine nitrogen plus glucose. blood osmolarity اللي أنا بعرفها اللي هي من 285 ل310, فوق هيك أو تحت هيك إذا نعرفوا the patient is not doing well. لما أنا يجيني patient ماشي عمانيتول, ولازم لما يكون مريضكم ماشي عمانيتول ديلي تحسبوا له الأوزمولاريتي, إذا كانت exceeds ل 320 ملي أوزمول then you have to make a recommendation please hold the manitol. okay, والمانيتول is also should be held لما يكون blood pressure low below 90 systolic. تمام, في studies okay, وهاي studies حلوة صراحة بتحكي إنه إحنا we can use furosemide instead of mannitol in patients with renal impairment, بس ما في عليها ذاك ال significant effect. هاي واحدة. وفي studies يا جماعة بتحكي إنه the combination of mannitol and low dose furosemide اللي هي 10 milligram may provide synergistic effect against the intracranial pressure. فلما تأخذوا cases مثلاً بالملك عبدالله لدكتور محمد بربراوي إن شاء الله آخر راح تشوفوا إنه دائماً mannitol مع فيورسامايد, وما بيعطي فيورسامايد الدوز اللي بنعرفها ال 40 وال 60 الى اخره, لا, low doses of furosemide may provide synergistic effect with mannitol for head trauma to reduce the intracranial pressure.
النون فارماكولوجيك ميثود في عنا كرانيوتومي ان كرانيكتومي، وانا صراحة اي ريكومند يو انكم ترجعوا على جوجل وتشوفوا كيف الصور. كرانيوتومي الدكتور مثلا سيفير هيد تروما كثير انكريز بالانتراكرين بريشر، بروح بيشيل البارت اوف ذا سكال. اوكي وين بحطه؟ بيعطيه للفاميلي، بيخبوه بالثلاجة او هو بخبيه بالبون بانك، خلينا نحكي اذا في بالهوسبيتال، بيشيلها بعد ما يخف الانتراكرين بريشر والبيشنت بلش شوي شوي يصير احسن، برجع له اياها بسيرجري ثانيه. اوكي الكرانيكتومي، اوكي الكرانيكتومي هي يا جماعه total او خلينا نحكي permanent removal of part of the skull، هذا الاشي permanent. اوكي وانتو رجاعا يعني ارجعوا لجوجل شوفوها كيف، راح تلاقوا ناس عايشين مثلا هيك جزء من السكال مبين انه راسهم مش طبيعي، في جزء من السكال removed عندهم. اوكي هدول mainly they go for them الphysicians لما يكون patient كتير عنده severe elevation بالintracranial pressure. بس اللي اسهل واللي اكتر راح تشوفوه بالICU اللي هو الدكتور بيركب drain directly around the ventricles اللي موجودين بالبرين مشان يبلش يسحب cerebral edema أو البرين hemorrhage إذا الدكتور بقدر يسحبهم، يعني إذا هم موجودين بلوكيشن that can be يعني reached. أوكي إذا الـ EVD اللي هو الـ external ventricular drainage، وهذا كتير راح تشوفوه مع البيشنت، هيك بتلاقي زيد في درين طالع من رأس البيشنت وعم بيعبي fluid أو edema، سوري بيعبي edema اللي هي fluid أو بيعبي blood مثلا. أوكي طيب head of bed elevation هي واحدة من الأشياء أسهل إشي ممكن نعمله. patient إجانا عنده head trauma cerebral edema increase بالintracranial pressure، بروح برفع الهيد سوري بروح برفع البيد by how much mainly by 30 degree. طيب أنا حطيت لكم هنا بالpowerpoint إنه do we have to give a surgical prophylaxis for the patients undergo EVD؟ yes يا جماعة، لأنه أنا بدي أودي patient على surgery، إذا أكيد هو بما إني عم بشتغل على skin procedure إذا هو risk for what؟ for skin bacteria مثل staff. okay فمشان هيك منعت surgical prophylaxis either vancomycin or cefazolin. تمام اوكي هلا فيفر بريفنشن حكيت لكم اياها اللي هي وي وونت تو بريفنت الفيفر. طيب احنا مين بنعرف في عنا انتي بايريتكس ميديكيشن؟ نعرفه بنعرف الباراسيتامول، اذا هو هذا خلينا نحكي الفيرست تشويس. بنعرف الانسيد، طب شو رايكم بالانسيد؟ الانسيد مش ابسولوتلي كونترا انديكيتد بس ذي ار نوت ريكومندد اذا بيشنت عنده فيفر وهو بالاي سي يو مثلا هو هاد تروما. وي جو فور وات يا جماعه؟ فور الباراسيتامول، في وي جو فور الكولد كومبريشن، بيجوا بيعملوا له كمادات. اوكي بس انه اعطي انسيد rarely we go for the انسيد in ICU patients in general especially بالهاد تروماتيك patients. طيب في إشي راح تشوفوه إنه بيجي الدكتور بيحكي للتمريض عبيه سبيرتو، إيش هو هذا؟ إن شاء الله لكم يعني بتصيروا أمهات وإلى آخره، راح تعرفوا إنه الفيفر أحياناً أنا بضطر إني مش بس أحط كمادات مي، لا كمادات مي مخففة بسبيرتو لأنها بتساعد إنه بسرعة تنزل الحرارة. في إشي مسميه كول بلانكتس بس مش موجودة عنا، أنا ما شفتها بولا مستشفى داومت فيه، اللي هو زي خلينا نحكي زي مخدات خفيفة هي أريد متلجة أو باردة بحطوها للبيشنت. إحنا أنا we go for the cold compression الكمادات العادية either with water alone or with spirito اللي هي الالكوهول أو ممكن يعطوا باراسيتامول. but don't ever think about the NSAID as first choice to reduce the fever or to prevent it بالهيد تروما. في عنا إيش مسميه هايبوثيرميا، كانوا زمان يحكوا ليش ما أنا أنزل درجة حرارة البيشنت مشان أخلي الميتابوليزم بالبرين very minimal، بهاي الحالة أنا بقدر أقلل الانتراكرينال بريشر. هايبوثيرميا nowadays is not يعني any longer any خلينا نحكي is no more longer recommended unless the patient who failed to respond وكان refractory cases. بس فعليا أنا يعني من 2013 بالاي سي يو ما عمري شفتهم مستخدموا هاي التكنيك او هاي البروسيجر. سيجر اللي هي هذا الموضوع اللي انتو كتير رح يمر عليكم انه معظم هدول البيشنس هم ريسك اوف سيجر، يعني مريض هاد تروما ديبرست سكال فراكتشر ماسف سيربرال ايديما مركب له الاي في دي هو انكونشس. انا شو بتوقع زي هيك بيشنت يعني at any time he may develop seizure صح ولا لا؟ وتنسوش انه الممرض كل ممرض بالاي سي يو مستلم 3 patients، اذا ممكن البيشنت صار معه seizure والتمريض ما ينتبه له، اذا ممكن نعمل seizure prevention from the beginning. اوكي ما استنى على البيشنت يصير عنده seizure depending on the severity of the case. طيب احنا بنعرف كثير انتي ايبيليبتيك ميديكيشنز ودائما تشابتر الابيليبسي الطلاب بخافوا منه، بس Can I use all the anti-epileptic medications that I know to prevent or to treat seizures secondary to head trauma? Of course not.
كانوا زمان يحكوا خلينا نجرب الفالبرويك أسيد، هم بدهم يحاولوا يقنعونا أنه الفالبرويك أسيد هو كتير أفش يعني effective for head trauma induced seizure، بس فعليا mainly we have two medications فينيتوين okay أو الكيبرا. الكيبرا اللي هو الليفيتايراسيتام ممكن تشوفوه بالملك عبد الله، بس بالمستشفيات الثانية they go for الفينيتوين. هلا في عنا إيش مسمها PTS post traumatic seizure. هلا post traumatic seizure مالي زي ما حكيت لكم هي بتصير بالfirst 7 days rare لأنها تصير after يعني after 7 days أوكي. مشان هيك إحنا هلا رح تشوفوا إنه أنا إذا بدي أعطي patient as seizure prevention، يعني أنا مريضي داخل أوكي وأموره يعني شوي مخربطة، بس إنه مريضي يعني حاسيته risk for seizure، شو بروح بعطي؟ بروح بعطي مثلا فينيتون أو كيبرا for 7 days. بس إذا مريضي مش صاحي ووضعه كتير سيء، صح ما صار معه سيجر بس مريض كتير وضعه سيء وهو unconscious، أنا مش بس بخلي الميديكيشن عليه 7 days، لا بخلي الفينيتون أو الليفيتايراسيتام عليه طول ما هو بهذا الوضع، بس يبلش يتحسن وإذا إن شاء الله صحي ببلش أسحب عنه الفينيتون. إذا a seizure prevention mainly we give it for 7 days. However, if the patient not improving, we have to continue عليه. طيب في عندي other يعني خلينا نحكي في عندي conditions أنا ممكن أضطر أعطي هذا الكومبينيشن، yes بس ما بدنا ندخل فيه، يعني إذا patient not responding على الفينيتون وضلت عنده seizure منبلش نعالجها كإبيليبسي مش كseizure induced by head trauma. هلا بس دقيقة دكتورة مش عارفة طلع بصير أحيانا اوكي تمام خليني اشوف اوكي انشير اجين يو هاف تو كليك ات توايس ال انا خلي هاي شايفه هاي السهم اللي فوق شير اعمليها مرتين اوكي هيك انا لا لسه ما طلع عنا طيب بس دقيقة it's okay take your time دكتورة مش مشكلة هلا لما نحكي عن الفينيتوين وعن السيجر بريفنشن ضروري نحكي عن انه هدول الميديكيشنز ان جنرال اذا بدي افضل واحد مش لانه والله الكيبرا اللي هو الفيتاريسيتام از مور افكتيف ذان فينيتوين لا هم تقريبا هم ايكويفالنت افيكاسي لهم هاويفر خلينا نحكي ان تيرمز اوف سيفتي بروفايل وي مي بريفير الكيبرا بس از ان انيشال ثيرابي وي كان ستارت وذ فينيتوين هاويفر احنا وي نو انه الفينيتوين هو نون لينير ميديكيشن هو خلينا نحكي وي كانوت بريدكت شو الكونسنتريشن اللي راح يطلع عندي هيباتوتوكسيك يعني هذا من السؤال اللي كثير بيتكرر للطلاب انه شو الديفرنسز بين الفينيتون ان كيبرا انه الفينيتون اذا صوديوم تشانل بلوكر هو بما انه صوديوم تشانل بلوكر سو اي مي اكسبكت انه ذا بيشنت مي ديفلوب هايبوتنشن بريديكارديا هذا الدواء هو هيباتوتوكسيك بدو مونيتورينج وي هاف تو ميجر لتراف لايلو ان اوردر تو ادجست ذا دوزز التوكسيسيتيز لايلو مش بس هي هيباتوتوكسيك او هايبوتنشن هو كمان له باد سي ان سايد افكتس الليفيتايراسيتام على المقابل هو مش هيباتوتوكسيك ما بده خلينا نحكي ما بده مونيتورينج هو ان جنرال سيف فور اكزامبل للبريجننسي السايد افكتس ان جنرال هم مينيمال اور ليس هلا واحده من الاشياء اللي ضروري الطالب يعرفها وهي كمان مكتوبه بكتاب ديبيرو انه الريت اوف انفيوجن للفينيتون از فيري امبورتنت اي كيس ماشي البيشنت على فينيتون راح تشوف الدكتور كاتب مثلا جيف ذا بيشنت 15 ملي جرام بير كي جي از ا لودينج اوفر 1 اور اوكي ايش معنى هذا الحكي معناه يا جماعه انه الفينيتون هو بيكوز اتس ا سوديوم شانل بلوكر وهو اوريدي معاه اكسيبيانت اسمها البروبيلين جلايكول هدول الاثنين بيزيدوا الريسك فور هايبوتنشن اند بريديكارديا مشان هيك انا ان اوردر تو افويد سوتش كومبليكيشنز لازم الريت اوف انفيوجن شود نوت اكسيد 50
50 ميلي جرام بير مينت. اوكي، اذا كان البيشنت الديرلي او عنده كارديوفاسكولار ديس اوردرز ات شود نوت اكسيد ل 25 ميلي جرام بير مينت. اوكي، وللبيدياتريكس 1 تو 3 ميلي جرام بير كي جي بير مينت. ضروري نعرف انه شو الجاستيفيكيشن تو جيف الفينيتوين سلولي، بيكوز ان اديشن لأذر سايد افكتس هلا راح احكيها، بس مينلي احنا وي هاف ا كونسرن اباوت البريديكارديا واباوت الهايبوتنشن. صراحه اذا انتم راح تشوفوا بالمستقبل بيشنت اعطوه فينيتوين وهو صاحي، اعطوه اي في فينيتوين وهو كان البيشنت كونشس، راح تشوفوا انه البيشنت ممكن يبلش يصيح ويحرك ايده بطريقه انه زي اشي بيحرق بمشي بايده. الفينيتوين يا جماعه واحده من السايد افكتس اللي بيعملها هي سيفير تايب اوف سكن نيكروسس، بنسميه purple glove syndrome. احنا بنعرف purple two syndrome مين بيعملها؟ الوارفرين. بينما purple glove syndrome is يعني a bad side effect هو skin necrosis secondary to phenytoin. So IV phenytoin should be given slowly مشان to avoid purple glove syndrome and at the same time to avoid bradycardia and hypotension. Okay؟ ضروري نعرفها، ضروري نعرف الميكانيزم اوف اكشن هو الصوديوم شانل بلوكر. اذا ممكن يخطر ببالي شيء بيشبه الانتي اريثميك ميديكيشنز، دوروا عليها انتم شوفوها لكم اذا حابين، انه هل كانوا زمان يستخدموا الفينيتون از انتي اريثميك ميديكيشن فور اكزامبل ولا لا. هلا مريض اجى هو كتير اجيتيتد، كتير خلينا نحكي معصب لانه عنده بين، لانه هو اوريدي بوضع يعني داخل اي سي يو. اذا مريض صاحي مثلا، اذا بيكون اجيتيتد وبيكون عنده بين، سو وي هاف to treat pain and we have to put the patient on sedative in order to calm down the patient. شو الاناجيزكس اللي انا بستخدمها؟ بالعاده هدول البيشنتس ما بيكون عندهم مايد او مودريت بين، بالعاده they have severe pain. مشان هيك we prefer as analgesics of choice يكونوا الأوبيويدز. أوكي، ممكن أعطي باراسيتامول يس، بس الأنسيد ما منفضلهم على الرغم إنهم مش contra indicated but not recommended. We may go for paracetamol if mild pain. However, most of these patients they have severe pain. مشان هيك we go for the opioid. مين أكتر opioid we commonly use اللي هو المورفين. طيب المورفين يا جماعة شو إيجابيته؟ إنه it's a very potent medication وهو long acting، يعني أنا بعطيه بيضل مجاوب مع البيشنت 3-4 ساعات. بس وين مشكلتي الفينيتون المورفين مع البولس دوزز؟ إنه هو it may increase the intracranial pressure. ضروري نعرفها إنه كل الأوبيويز may increase the intracranial pressure، بس أكتر إشي هو المورفين. مشان هيك هلا راح تشوفوا انه مثلا بالملك عبد الله اللي هو خلينا نحكي هذا احسن مقارن بالمستشفيات الحكوميه، مثلا بيمشوا البيشنت على شو؟ على فينتانيل انفيوجن. الفينتانيل هو رابيد اونست شورت اكتنج، صح بيخلص بسرعه من البلاد يعني هو شورت اكتنج، بس ايش ماله؟ هو الاون اوف افكت تاعه سريع، الاكيوميليشن له رينالي وهيباتيكلي اخف ان كومباريزن وذ المورفين. سو مورفين كان بي كونسيدرد. اوكي، هاويفر في there is a concern of increasing intracranial pressure plus انه المورفين بيعمل hypotension. ضروري تعرفوها. كنا احيانا مثلا لما نداوم بمستشفى ايدون العسكري او ببسمه نحكي نشوف البيشنت ماشي على مورفين، نروح نحكي للدكتور يا دكتور this patient develops hypotension so please can you switch the patient، بروح يحولوا للفنتانيل او الرامي فنتانيل، اشي ما ياثر على السيريبرال hypoperfusion. تمام. طيب sedative، متى انا بلجأ للsedative؟ Never ever think about the sedatives before treating pain. Okay, يا جماعة بحياتكم مثلا والله مريضي agitated، طب اعرفوا ليش agitated؟ Because he has pain. Then give ايش؟ analgesic. هلا إذا أنا I treat the patient، يعني I treat the pain وstill my patient agitated، we may or we have هون to sedate the patient. شو بروح بعطي شيء هدي؟ بروح بعطي sedative medications. مثل شو؟ مثل البنزوديازيبانز. في عنا ديازيبام، لورازيبام صراحة هو اللي أكتر إشي preferred، اللورازيبام ديازيبام والميدازولام، وفي عنا هلا البروبوفول. اكيد كلكم بتعرفوا بروبوفول اللي هو اي ثينك مايكل جاكسون اللي انتحر فيه او مات فيه يعني. البروبوفول يا جماعه هو سيداتيف ميديكيشن، هو باي سام كلينيشنز هو بريفيرد او كان بي كونسيدرد از ا سيداتيف اوف تشويس، بس تو بي اونست وذ يو انا بحياتي ما شفته بالمستشفيات انه استخدموه كسيداتيف فروم ذا بيجينينج. اوكي، بالهيد تروما بيشنت. البروبوفول هو رابيد اونست شورت اكتنج، ما له افكت على الريسبيراتوري سيستم زي البنزودايازيبينز، ما بيأثر لي على الميموري امنيزيا ريتروغراد امنيزيا والى اخره. بس وين الديس ادفانتج للبروبوفول؟
البروبوفول بيعمل لي إشي بنسميها بروبوفول انفيوجن سندروم. هاي السندروم بتصير إذا أنا عم بعطي البروبوفول أكثر من 5 ميلي جرام بر كي جي بر أور. كانوا زمان يحكوا 4 ميلي جرام بر كي جي بر أور، بس هلا أكثر من 5 ميلي جرام بر كي جي بر أور. more than 48 hours بتوقع البيشنت يدخلي بهايبركاليميا، أكيوت رينال امبيرمنت، كارديك أريثميا، رابدو مايلوسيس، severe metabolic acidosis. Okay, unfortunately, do we have antidote for propofol? لا. وهي دائما الطلاب بنسألها بالفاينل أو بالكويزز، شو الانتيدوت للبروبوفول؟ unfortunately, we do not have antidote لإله. مشان هيك معظم الدكاترة ما بيحبوا، لأنه أنا مريض هاد التروما، أنا بتوقع إنه هذا البيشنت بده يقعد أقل إشي 3-4 أيام على جهاز التنفس اللي هو على ميكانيكال فنتيليتر. طب أنا أكون هلأ بلشانة بالبرين بعدين أصير بلشانة بالبروبوفول انفيوجن سندروم؟ لا، خلص بخليه على بنزودايازابين وبخليه ماشي على فنتانيل. صح بلاقيه ماشي على أوبيويد وبنزودايازابين، بس what shall I do؟ خلص منكمله عليهم. تمام. هلأ لما نحكي نحنا كمان البالبيتوريت كوما، هاي البالبيتوريت كوما أنا بس شفتها مرتين، اللي هي لما البيشن يكون عندهم سيفير انكريز بالانتراكرينيال بريشر وهي ريفراكتري، والدكتور ركب له EVD وضله عنده ديتوريريشن ورح عمله كرينيوتومي وضلت أموره سيئة، بحكي الدكتور أنا هلأ أنا بدي أدخله بكوما، أخلي البرين يعني with zero metabolism. أكيد ما في zero metabolism بالبرين، بس خلينا نحكي هيك مجازيا بنحكيها إنه to make the metabolism in the brain يعني as low as possible أو as slow as possible we put the patient in medical coma. okay. هلأ لما أنا أحط medical coma هي مالي في عنا الparbiturate، هم they go for pinto barbital كالموجود عنا مستشفى ملك عبد الله بالمستشفى الثاني والثيوبنتال. اوكي، هلا هدول الادويه شو بتتوقعوا عم بيدخلوا مريضي بكوما؟ اذا انا البيشنت هلا مش صاحي، اذا اكيد راح احطه وانا مضطره احطه على ميكانيكال فنتيليتر، مضطره اخلي البيشنت ايش يا جماعه، احط له وورمر دفايه لاني بتوقع تنزل درجه حرارته عن الاشي اللي انا بدي اياه. وشو كمان بنتوقع؟ البيشنت يصير عنده هايبوتنشن وانا ما بدي الهايبوتنشن. فدائما هو it is usually indicated for severe refractory cases we have to ensure that the patient is hemodynamically stable وفي عنده good respiration، وهذا good respiration ما بيجي من حاله، أكيد لازم أحطه على mechanical ventilator. تمام. هلا corticosteroids هي أنا أحيانا بطلبها من الطلاب in service، ورح تعرفوا إن شاء الله بس تدخل على التدريب شو يعني in service. في عنا إشي اسمها crash study. هاي crash study كانت randomized multi-center study، نعمل study نعملت على كتير patients. طيب ما أنا بحكي يا ربي الكورتيكوستيرويز هم anti-inflammatory، طب ممكن يقللوا لي الإديما اللي موجودة بالبرين؟ إن شاء الله رح تعرفوا إنه في عنا vasogenic وcytotoxic edema، يعني في عنا two types of edema، والإديما اللي induced by stroke اللي induced by traumatic brain injuries هاي الإديمة هي بنسميها cytotoxic إديمة، عكس الإديمة اللي mainly بتصير بالبرين تيومر أو الميتاستاسيس اللي بنسميها الفيزوجينيك إديمة. بالفيزوجينيك إديمة yes الكورتيكوستيرويدز they have a significant role. however مثلا مثل بريد أو الدكساميثازون shall we recommend them to reduce the cerebral edema induced by head trauma؟ وهي واحدة من الريكومنديشنز دي كتير، انتوا إن شاء الله بس تدخلوا على التدريب رح تشوفوها. مريض head trauma مكار اكسيدنت ماشي دكساميثازون 4 ميلي جرام كيو 6 اوكي، والدكتور مقتنع، خلص هو الدكتور مقتنع مش رح يغيره خلص، بس احنا كفارم دي وي نو انه بالعكس هذا له ديتريمنتال افكت، هذا الاشي ممكن يزيد الهايبرجلايسيميا يزيد الريسك اوف انفكشنز وهو ما له اي سيجنيفيكانت افكت. تمام. هذا اولموست يعني almost dial I think 2-3 slides. hyperglycemia احنا بنحكي patient بستress condition. okay. اكيد we expect ان الكورتيزون يكون elevated وبالتالي blood sugar will be increased. طيب how can we manage the hyperglycemia? what do you think about metformin اللي احنا بنعرف السلفونيلوريز الى اخره؟ اكيد ما بستخدمهم. ليش؟ لانه هدول بدي اشوف البيشنت بياخذ اكل ولا ما بياخذ، وهدول معظمهم ام بي او. ثاني شيء المتفورمين يا جماعه بزيد الريسك اوف لاكتيك اسيدوسس، اكيد انا ما بدي استخدمه ولا اي مريض اي سي، وحتى المرضى اللي اوريدي جايين بالبيت ماشيين على متفورمين اي هاف تو هولد ات اي هاف تو ستوب ات. اذا هاو تو كنترول الهايبرجلايسيميا بالاي سي ان جنرال انكلودنج تروماتيك برين انجر بيشنتس اللي هي by insulin. okay. واكيد we prefer insulin infusion but sometimes we give it subcutaneous. infections بدياكم تعرفوا حكينا منهم البيشنس الريسك للمنينجايتس. اوكي، وان جنرال هدول البيشنس بيحكوا لك يعني حتى في كثير دراسات انه ان جنرال البيشنس اللي عندهم تروماتيك برين انجريز كل ما كان الليفل اوف كونشسنس عندهم سيء كل ما كانوا ريسك
للأذر infections مثل urinary related infection مثل الventilator associated pneumonia بيكونوا risk for the infections other in comparison with the ICU patients التانيين. okay. طيب انتوا فكروا فيها، اكيد اتوقع انكم انتم ما بعرف بس اتوقع انكم اخذتوا ماده الانفكشس ديزيزز. What do you think about imipenem cilastatin؟ هو واحد من الكاربابينم برود سبيكترم انتي بايوتيك، بغطي لي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، اي اس بي ال بوزيتيف، بغطي لي انيروبس، بغطي لي كثير بكتيريا. طيب بس what do you think about التاينام اللي هو الامبينم سلاستاتن بهدول البيشنت؟ وي دو نوت ريكومندد لانه هو هذا خلينا نحكي اكثر انتي بايوتيك بزيد الريسك اوف سيجر. اوكي فمثلا مريضي ماشي ستريكسون بلس فانكومايسن طلعت عنده كلتشر اي اس بي ال بوزيتيف، وانتم ان شاء الله بس تدخلوا على التدريب رح تسمعوا بهيك شيء. طب انا شو اعمل؟ اروح احوله على امبينم سلاستاتن ولا ميروبينم؟ لا اوف كورس اي جو فور ميروبينم، اي ويل نوت كونسيدر الامبينم سلاستاتن از ماي تشويس. ليش؟ لانه بزيد لي الريسك اوف سيجر. طيب هالعالم كلها تتقدم وإحنا بعدنا مش عارفين نلاقي تريتمنت للبيشنس اللي عندهم هذا تروما. أكيد صار كتير في أشياء انفستيجيشنال. من بين الأشياء الانفستيجيشنال الحلو إنكم أنتوا يعني تتنوروا فيها يعني وتعرفوها، اللي هم الHMGA كوهيريدكتيز انهبترز، اللي هم الستاتنز، اللي هم الميديكيشنز اللي بينعطوا فور ديسليبيديميا. في كتير ستاديز بيحكوا انه انتم بتعرفوا ان هدول الادويه لهم بليوتروبيك افكت، وذيز ميديكيشنز يعني لهم كتير انتي انفلاماتوري افكت. يعني بالكانسر درسوهم ولقوهم لهم بوزيتيف افكت، مش عارف وين، وحكوا انهم بروميسينج. في بروميسينج ستاديز عم تحكي انهم يعني ممكن يساعدوا، بس انا عمري استخدم عمري شفتهم لا يعني كميديكيشنز فور ذيز بيشنتس. طيب احنا حكينا patient بستريس كونديشن، بتوقع فجأة احنا بنعرف الاستومك والجي اي هو very sensitive لهاي الاشياء، فجأة البيشنت صار عنده جي اي bleeding. انتوا ان شاء الله بس تدخلوا على التدريب رح تشوفوا مثلا خصوصا الكريتيكال ال patient مثل الكارديو باسكر مثل السي سي يو patient مثل الاي سي يو patient، هدول على طول يا مس ماشي على لانزوبرازول او كانوا زمان قبل ما يسحبوا الرانيتيدين اي في انفيوز مثلا رانيتيدين اي في. طيب ليش ماشي على H2 blockers أو BBI؟ ما بروح لل خلينا نحكي للأنتاسيد، ما بروح لل سوري ما بروح للأشياء الثانية. طيب ليش ال H2 blockers أو PPI highly prescribed for the critically ill patients in general؟ لأنه أنا عم بحكي عن مريضي بستريس كونديشن وهو كتير ريسك للجي آي بليدينج. ويا جماعة الجي آي بليدينج كان ممرض يحكي لي إياها بجوز تضحكوا، بس كان يحكي انه جي اي بليدنج هو مثل القنبله الموقوته. صراحه ممكن مريض جي اي بليدنج يدخل لك واموره تمام، وممكن ثاني يوم تيجي تلاقي عليه خلص انه البيشنت باست اواي الصبح وتوفى. جي اي بليدنج ما تستهينوا فيه. اوكي مش انه والله بليدنج عادي ولا خلص ما نجت ايزلي، لا. مشان هيك احنا وي وونت تو بريفنت بهدول البيشنتس اللي هم اوريدي بهاي ستريس كونديشنز، فوي جيف ذم ايذر اتش تو بلوكرز اور بي بي اي. هل في بريوريتي one over the other؟ ممكن cost effectiveness we may go for the H2 blockers. okay بس هلا البراكتس الكومن براكتس لانه ال H2 blockers صار شويه عليهم كونسرن بعد الرانيتيدين، صار الدكتور يحكي لك خليني بالسيف سايد واعطي امي برازول او الازموبرازول اي في واريح راسي. اوكي تمام. كدي في تي بروفيلاكسس مريضي بدريدن. طيب احنا بدريدن بيشنت، انا بتمنى ان تكون الصوره واضحه عندكم، هدول الاشياء اللي محطوطين على الليجز للبيشنت اللي هم زي كالف خلينا نحكي او زي اشي بنحط على الرجلين بيعمل انفليشن وديفليشن. هدول ان شاء الله كتير رح تشوفوهم انتوا على المرضى مش بس بالاي سي يو. هلا مريضي هو بدريدن وريسك للدي في تي. اوكي ومريضي انا عنده كونديشن بخليني اني انا مثلا مريضي داخل بجي اي بليدنج، مريضي عنده خلينا نحكي شو بدي احكي لكم، عنده لو هيموغلوبين، مريضي داخل برين هامرج. طب يا ربي انا بدي اي وونت تو بريفنت الدي في تي، صح ما هو كستل هو ريسك للدي في تي، بس ات ذا سيم تايم عنده كونديشن ذات بريفنتينج مي تو جيف هيم مثلا فارماكولوجيك دي في تي بروفيلاكسس. اذا وي جو فور النون فارماكولوجيك. شو هم النون فارماكولوجيك اللي احنا بنسميهم؟ البي سي دي. اوكي البي سي دي اللي هم النوماتيك كومبريشن ديفايسز، او هم نفسهم اي بي دي اللي هم انترميتنت نوماتيك كومبريشن ديفايسز. اذا البي سي دي اختصار لشو؟ للنوماتيك كومبريشن devices. هدول بنحطوا على رجلين البيشنس للبدريدن بيشنس اللي in general بيكونوا risk of DVT but at the same time احنا we cannot give them الفارماكولوجيك. احيانا بنلاقي البيشنت مريض ماشي ثيرابي بروفيلاكتيك دوز انوكزابارين و at the same time محطوط له البي سي دي. شو رأيكم
بالوارفر as DVT prevention للICU patients بشكل عام، لا للICU أسهلها عليكم بشكل عام لكل الICU patients including the patients with TBI، إحنا we go as a prevention as a pharmacologic prevention أو prophylaxis من DVT، إحنا we go for what الهيبرين either the unfractionated heparin أو low molecular weight heparin. وأنتوا بتعرفوا أتوقع أنكم تعرفوا أو ملمين why do we prefer low molecular weight heparin in general over the unfractionated، مشان المونيتورين، مشان الرينال، مشان بقدر أعطيهم سبكوتينيوس، مشان هاي السايد افكتس أو الديس أدفانتجز لإلهم. هلا هاي يعني we comes to the end، ونحن كفارم دي يا جماعة إن شاء الله يعني كلكم إن شاء الله يعني صراحة إذا بتمنى إيش بتمنى إنكم كلكم تشتغلوا بفيلد إنكم تكونوا أنتوا فارم دي، أوكي؟ صراحة شغل الفارم دي من أمتع الشغل، وخصوصاً بالكريتيكال مع الكريتيكال البيشنس. أنتوا كفارم دي شو الرول تاعكم؟ ضروري تعرفوا إنه أنتم you are working in a multidisciplinary team. أنا ما بحط دواء وخلاص بروح، لا أنا بشتغل مع physician بلف راوند مع الدكتور، I suggest a recommendation أو I give a recommendation، بس إذا الدكتور حسيت وخلاص مش مقتنع فيه أنا ما يعني I do not give my recommendation in a force أو إني أنا يعني خلاص بزعل من الدكتور أو باخذ موقف. We give our recommendation if he accepted then it's fine if not accepted then it's also fine، بس ضروري نعرف صراحة يعني. إن شاء الله بتداوموا بالروتيشنز كلهم. أنا بالنسبة لي كنت أحس الـ ICU يعني صح المرضى وضعهم حزين ومأساوي، بس الوضع حلو إنه أنت كتير إلك رول هناك. مريضك بدخل بإشي بطلع بإشي تاني، الإلكترولايت بسرعة بصير فيها disturbances، الإنفكشن صراحة هي كإنفكشن كنترول أو خلينا نحكي يعني recommendations على الأنتيبايوتكس هي أكتر إشي ممكن يعمله الفارم دي اللي موجود بالـ ICU. okay؟ أنا يعني I'm almost finished، بس إذا أي حدا عنده أي سؤال أنا جاهزة دكتورة. حاولت أكون سريعة صراحة. لا الله وديفينتلي أنا ما كان بإمكاني أشرح هذا السبجكت بصراحة بهاي الطريقة، يعني بحب أحكي للطلاب. لا ولا دكتورة يعني لا ولا لأنه ريلي يعني هو كومبريهنسيف، يعني هو مش نيو لحاله. إذا لاحظوا الطلاب it's يعني you have to know cardiovascular وneuro وanesthetic ويعني كل إشي. فإذا حد عنده سؤال جماعة يرفع إيده مشان يسأل الدكتورة زينة. في حدا عنده أي استفسار؟ I'll stop the recording now بكفي مشان تاخذوا راحتكم.